تمام. خلينا هنمشي، عندنا تجرير، نعم تجرير نمشي ونشاهده، يعني من حفل افتتاح شركة نواعم للأعمال المتطورة. نشاهد هذا التقرير. الفكرة بتاعت المشروع هي فكرة خدمية بدأت قبل 9 سنوات، كان بدينا نشتغل يعني الشغل للأسر اللي هو الطبيخ والحياة والحاجات اللي بتهم الأسرة، فطورنا الفكرة لأنها تبقى شركة بتاع مناسبات تقدم الخدمة لكل الشرائح، كل الأفراح والأتراح والمؤتمرات كده يعني. ف جمعنا احنا كمية من الصعبات، فكرنا في المشروع ده وقعدنا درسناه وعملنا له موقع، هو ده احنا في نفس الموقع بتاعنا، عملنا معمل كبير. خدماتنا اللي بنقدمها، احنا بنقدم الوجبة، وجبة الافطار للشركات، للمدارس، للداخليات، بنقدم وجبات السكري لمرضى السكري بمواصفات وسعرات حرارية مميزة معروفة لكل الناس، إنه مرضى السكري بيحتاج لعناية معينة أو أكل معين، إحنا اهتمينا بالناحية دي بناحية علمية، معانا خبيرة بتاع التغذية. شركة نواعم شركة أنشأتها مجموعة من السيدات بتقدم خدمات المناسبات والأكل البيتي، المؤسسات بنجهز وجبات لورش العمل والمؤتمرات، الكترينج بتاع المؤسسات الحكومية اللي هم أصلا بيقدموا وجبة بتاعة الإفطار لموظفينهم، خدمات المناسبات، خدمات الأفراح، حتى الخدمات بتاعت الوجبات العادية بالنسبة للبيوت، وبالتكلفة المتاحة لكل بيت أو زول عايز يعمل مناسبة. شركة في شركة نواعم للسيدات، وهي شركة بتاع الدليفري، توصل يعني الطعام للمحلات المختلفة، للفنادق وللمؤتمرات ولأي محل يعني محتاجين ليها، محتاجين لوجبات منتظمة، ولا وجبات بتاع مناسبات، ولا وجبات بتاع أفراح أعراس، من فطور العريس لأي حاجة، يعني ممكن تأخذ كل العرس يعني من أوله لآخره، جرتك وعرس وكله يعني من كله، وبرضه في المناسبات الحزينة يعني زي المآتم برضه هي سدادة، يعني ممكن برضه ممكن تخدم المآتم وكل حاجة، يعني حتى شركات الطيران وشركات المختلفة مستعدة، يعني هي تعمل دليفري للفطور والغداء والعشاء وتقييم المناسبات بتاعتهم في أي وقت يعني يطلبوها.